السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم أعزائي المتابعين والمشاهدين اللي شاهدونا لأول مرة، حياكم الله جميعا. معانا اليوم راح نواصل مشوارنا في حلقة لعبة محاكي السوبر ماركت بإذن الله، ونشوف كيف راح نسوي. في جاتني كثير من التعليقات، أشكر متابعينا الكرام اللي علقوا واللي أضافوا إضافات جميلة جدا جميلة بمعلومات قيمة عن هذه اللعبة. أحد المتابعين قال تروح تشتري من المخبز وخلونا نشتري جود برايس، كم سعره؟ ب12. هذا رغيف راح نشتري، أوكي صار باثنين، الآن ثلاثة. إذا إيش سوسج بريد 16 كويس، وهذا إيش بانانا بريد ما راح أشتري كثير. طبعا هذه بعض الأشياء اللي نقدر ناكلها إن شاء الله بإذن الله. خلوني أروح المحل اليوم، اليوم تقريبا هذا لنا اليوم الثالث أو الرابع في اللعبة، من حياة اللعبة، والأستاذ سامي هذا واقف، ما راح أهتم فيه كثير. شكل البضاعة والله أمس قضوا عليها افتتاح، بسم الله صباح الخير، والله أنك روعة. خلونا نشوف اليوم في أشياء جديدة موجودة عندنا في اللعبة. راح نخلي البريد هنا، علما أنه ودك أنه يكون له ستاند خاص. أوكي هذا البريد، وهذا بعد كذلك نوع من أنواع البريد. خلونا نحمل بسرعة، بسرعة وقت ممكن الزباين يجونا اليوم. أوه صغير مرة، طيب ممتاز. اليوم نحتاج إلى نشتري لنا بضاعة إن شاء الله بإذن الله، ونرتب أمورنا إن شاء الله. أوكي حبيبي انتبه للمبيعات، وهلا هلا فيها، وأنا رايح أشتري ستاندات زيادة وأشتري بضاعة. أوه شوف التحديثات وش جابت، يا سلام يا جماعة، في تحديثات رائعة موجودة في اللعبة. الله 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 الله، هذه كلها تحديثات جميلة على اللعبة وجدت اليومين هذه. اللعبة فعلا بدأت تقفز قفزات جدا جميلة. خلونا ناخذ أشياء منظفات. هذا إيش بكم قيمته؟ أوكي، والثاني كم قيمته؟ 46. أوكي وهذا قيمته 54. إيش هذا؟ بيبي أويل. والله نصبر شوي، هذا أخذنا منه ومشى وراح. ديابر هاي برايس ما نبغى، هذا اللي نبغاه. رقم 3. أوكي الشامبو هاي برايس، جود برايس 100 وشوي. لا يا حبيبي لايتر، لا 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 لا, لا. هذا دقيق فلور ب16. أوكي والسكر عندنا تقريبا يمكن خلص. والله شوفوا البضاعة هنا تخلص بسرعة، ما في مجال، ما في. هذا صابون، صابون يد نشتري الآن. أوكي عندي الآن 5 كراتين، راح أنزلهم فوق. يلا حبيبي خذ أويل وتوكل على الله، خلصنا. راح أوه كيف راح أشيل الستاندات؟ صعب راح أشيل الستاندات بالطريقة هذه، يعني معناها لازم أرجع إلى المحل وبعدها أرجع أشتري ستاندات. اليوم بضاعة كثيرة اشترينا، ولكن ما كلفتني كثير لأن الاختيارات كانت أسعارها جدا مناسبة، ما هي أسعار يعني نقول أسعار غالية، يعني شرينا من البضاعة اللي مستواها مقبول واقتصادية بالنسبة لنا، ودخلها راح يكون كذلك اقتصادي. وما دخلنا لسه احنا بداية المشوار، ما دخلنا في مثل ما نقول الأشياء الكبيرة والأشياء ذات الأسعار العالية. خلاص ما عاد باقي عندي إلا يقول لي لو هيلث، خوي عطشان وجيعان، وفي مصيبة ثانية جاتنا بعد، وهي أن الصحة تعبانة، صحة تعبانة من الجنون اللي فيه، التصدم ومن عدم الراحة. يعني اليوم ما راح نشتغل، معقولة؟ وهذه الستاندات جاهزة، لكن خوي ما هو جاهز، يحتاج طعام ويحتاج يروح إلى العيادة لأنه مريض.
وضعه سيء، لو هيلث، يعني اليوم ما راح اقدر اشتغل ولا اركض ولا اجري ولا اسوي اي شيء، وضعي صعب. وهذه لاول مره نزور الدكتور بعد اعياء وشغل وتعب. وين الدكتور؟ دكتور الحقني، الصحه دمار. وهذا الدكتور ابي انسدح تعبان. ما في، لازم تكلم مع الدكتور. او ماي جاد، يقول تريت يور سيلف، اعالجك ب 250. طيب ليش انت زعلان؟ 250 برا، اعطيك 250 رزقي ورزق يعني الناس اللي وراي. اوكي خلاص، صار الهيلث كويس. يعني كل مره بنجيك يا دكتور وتاخذ من عندنا المبلغ الجامد هذا. تقريبا محلنا راح يقفل، لكن خلني اشتغل طالما ان الهيلث عندي تمام ممتاز. راح اشيل هذه الكولا علشان اشربها انا. عندي جايب بضاعة كثير والله، ومحتار فيها ايش البضاعة. هذا ايش؟ صوص تقريبا خاص بالسلطات اتوقع. شوفوا تاجر يجلس الى ساعات متأخرة من الليل. كلوز شوب. ثرستي عطشان يا حبيبي، خذ لك وجبة وياك. قلنا نطلع العصير هذا معاي، سودا بوتل. اوكي شربته، واخذ لي بريد بعد. اوكي خلاص، يوميا كذا ناخذ لنا قطعة بريد مع مشروب وخلصنا. في تحديث على اللعبة جديد، وما شاء الله التحديث جدا جميل. خلوا خوينا ينام، تصبحون على خير، واشوفكم ان شاء الله غدا صباحا. وصباح الخير ويوم جديد، وخلونا نتوكل على الله، نروح للمحل ونفتح. ضروري اليوم الرصيد عندنا نازل، وهذا جزء من المبلغ اللي اقترضناه من البنك، يعني لازم ارجع المبلغ، لازم ارجع المبلغ. خلونا نمر البيكري او المخبز وناخذ من عنده. خلاص بتصير عندنا يوميا نمر البيكري ونشتري من عنده بريد او خبز. الخبز هذا راح منه طعام لي ومنه اشتري. لا هذا هاي برايس اليوم، هاي برايس. ليه هاي برايس؟ هذه لو برايس. اوكي كويس. هذه ايش؟ هذه ريكواير فريج، يقول هذه تحتاج الى ثلاجة. خلاص احنا نشتري الشيء اللي ما يحتاج الى ثلاجة، لان بعدنا ما عندنا الى الان ثلاجات تبرد لحفظ الاطعمة الباردة. طبعا وقف بعيد عن المحل. جبنا بريد اليوم زيادة اضافة، وفتحنا المحل الان للتجارة، ونقول يلا يا زبايننا الكرام، حياكم الله تعالوا. اوكي هذا بريد، شكل نوع من انواع الخبز. اوكي ممتاز، خلنا ناخذ من البريد هذا وياي، احطه معاي. بيك اب ولا ايش؟ بيك اب. اوكي خليني اجمعهم معاي هذولا للاكل، وادور لي مشروب. يعني امس جبنا بضاعة ما شاء الله، البضاعة راحت والدخل تعبان. للمعلومية عاملنا ياخذ 100 كل يوم، يعني يشفط من عندنا بصراحة. يعني احنا وين راح نلحق؟ انا وين راح الحق اكد عليك؟ يعني والله صعبة. المفروض اروح اشتري بضاعة علشان تمشي معانا اللعبة يوم عن يوم، ويكون عندنا زيادة دخل. لا ننسى عندنا ترى موضوع الدخل يعتمد على المشتريات، ويعتمد اتوقع على مشتريات شوي تكون عالية. في المحل رايحين نشتري بعض الاغراض للمحل، ومثل ما احنا شايفين قدرنا نكتشف الشيء الجديد في اللعبة. قدرنا نحط اغراض فوق بعض، والامور ماشية زي الحلاوة مثل ما يقولون 100%. فخلونا نتنقى يعني بعض البضاعة علشان نكمل شغلنا. خلاص ما عاد افكر في موضوع انه والله ما السيارة ما تحملنا كمية المطلوبة. لا لا لا، الان السيارة راح تحملنا الكمية المطلوبة،
وزيادة. أساسا إحنا مطفرين مثل ما إحنا نشوف، التطفيرة وصلت، ما عاد فيني يعني، ما عاد عندي مجال أقدر أشتري أشياء أكثر، لكن خلونا نعرض أكثر. والله ما أدري، في بعض الأشياء موجودة وبعض الأشياء غير موجودة ما أدري عنها. ودي أشتري الأشياء اللي تمشي أمورنا، لكن مش واضحة، أشياء كثيرة بعضها غالي على الإفلاس. ما عاد عندي شيء للأسف، ما عندي أموال. مثل ما نقول أكواب ورقية، خلاص البضاعة بالكامل شريناها، ومثل ما احنا نشوف السيارة الوضع تمام قدام جابر، قدام محل جابر، حملنا السيارة بالكامل. لا، ولسه باقي عندي 5 كراتين، يعني السيارة هذه مبروكة إلى أبعد الحدود، نقدر نحملها بالكميات اللي احنا نحتاج. خلاص الآن شريت، أشيل كراتين كثير معاي، وبكل سهولة أقدر أنزلهم، ويعني مثل ما نشوف تسهيلات كثيرة. باقي بس نتغلب على الرصيد، الرصيد مصفر مرة، مطفر اليوم تطفيرة، يعني ما بعدها تطفيرة، ما مرت علي تطفيرة في اللعبة الجزء الثاني مثل التطفيرة هذه، لكن راح نتغلب عليها إن شاء الله. طبعا لما تزيد الأرباح عندنا ستاندات كثير، راح أشتغل كثير وأشوف إيش الوضع، إن شاء الله بيكون الوضع مطمن ومبشر. أوكي خلاص خلاص، كم اللي حملنا اليوم راح أوريكم الآن، نشوف معاكم. هذا اللي عندنا اليوم اشتريناه، 4 × 4 هذه 12 12 و3 15 كرتون. اليوم 15 كرتون قدرنا نجيبهم. هذه التونة، هذه التونة، خلني أكملها، باقي 1 أو 2. قد يكون خوينا جيعان، جيعان ناكل خبز يعني، أكل خبز يا أبوي، عوافي عليك، وبعدين عطشان ضميان. خلوني أروح للمزرعة، ممكن في أشياء نقدر نشتريها في المزرعة، روح نتعرف عليها في هذه الحلقة طالما إحنا خلصنا أشغالنا الآن. خلوني أشوف الماب، الماب، المزرعة نفس طريقنا، طريق بيتنا، بعد طريق المنزل، ناخذ يمين، نروح نحاول نتعرف على المزرعة، وإذا قدرت أشتري شيء اشتريت. طبعا الأشياء اللي راح نعرضها من المزرعة أكيد أشياء مثل من هنا من هنا من هنا من هنا نو إلكتريك، ها بيذبل. هل عندنا ثلاجات؟ ما عندنا ثلاجات، فما راح أدفع، ما راح أدفع فاتورة الكهرباء، ما عندي ثلاجات عشان أدفع فاتورة كهرباء، يكفينا إحنا قاعد ندفع للعامل، والعامل يعني يأخذ مننا مبلغ جامد. وين المزرعة؟ والله إن طريقها صعب، شكلها وصلنا، شكلنا وصلنا وصلنا. هذه المزرعة أتوقع، حسب توقعاتي ان هذه المزرعة، لكن وين المبيعات؟ ايها المزارع، اوه هنا 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 المزارع، صباح الخير. والله مزارع كشخة بصراحة، ما توقعت اني بحصل المزارع بالشكلية هذه. المفروض المزارع يكون يعني شكله فلاح، يعني لابس لبس فلاحين، هذا لابس لبس مكاتب. طيب هذا ايش؟ هذا اونيون، بصل ب19. اوكي نشتري بصل، البصل ضروري. ايش رايكم اقرب السيارة؟ هذا ايش؟ تشيلي ب41، هاي برايس، هاي برايس. هذا ايش؟ باذنجان ولا ايش؟ كاروت، جزر اسود، هذا فليفلة بارد، يلا ناخذ فليفلة بارد. خلونا يعني نجمع شوي خضار.
هذا ايش؟ هذا بطاطس اتوقع، بوتيتو ب32، وهذا لا هذا هاي برايس، ما راح اخذ شيء هاي برايس. اتمنى اني اقدر اشتري الستاندات الخاصه بالخضار، اتمنى. هذه طماطم، اكيد اكيد الطماطم يا طماطم غاليه الطماطم اليوم. راح نشتري هذا ايش؟ بصل، بصل ليج. اوكي نشتري. يعني في شغلات جميله في اللعبه الحديثه او الجزء الثاني. هذا ايش؟ هذا كيوكمبر، تقريبا خيار، برايس جود. يا جماعه في اشياء جميله، طبعا ما راح اسرف بالشراء. هذا خس تقريبا، لاتس 40، وهذا ايش؟ قرع، ووتر ميلون، ووتر ميلون بطيخ. عندنا الخس سعره كان كويس، كله جود، جود برايس، جود برايس. ايش رايكم اكتفي بهذا القدر؟ يا ما راح اقدر ابيعهم اليوم، ما راح اقدر ابيع. شكرا لك. ليش؟ لان الستاند الخاص بالخضار والله ما ادري كم. راح اروح على طول الى بائع اغراض السوبر ماركت الستاندات. طبعا هم حاطين لك ادفع فاتورة الكهرباء. انا ما عندي يا اخي ما عندي ثلاجة علشان ادفع فاتورة الكهرباء. ادفع لما احط لي ثلاجة، اما الان لا ما راح احط لي ثلاجة واموري ماشي. اوكي راح اروح اشوف. هذا خاص بالخضار، هذا فيجيتابل ستاند ب500، حرام عليك 700، ندور واحد صغير 400، هذا صغير ب300، ما وصلنا 300، تعطينا سلف؟ ما وصلنا 300 للاسف. يعني ما راح اقدر اعرض خضار. تعرفنا على الستاندات الخاصه بالخضار، لكن اليوم ما راح اقدر اشتري، ويا للاسف قد يكون اليوم ما راح اقدر كذلك ابيع الخضار. فراح ارجع للمحل، وقد يكون غدا، غد يكون، يعني ما ادري، يمكن بكره احنا نحتاج الى بضاعه. انا راح وش اسوي؟ راح اعرض على الستاندات اللي موجوده عندي الان الفاضيه ما فيها شيء، فوش المشكله؟ ما في عندي مشكله. اوكي هذه معايا الان صناديق الخضار. مثل ما قلت لكم عندي ستاندات، راح اشيل الستاندات هذه. بيك اب، اوكي راح احطه هنا. وين؟ اوكي وهذا كذلك راح نحطهم هنا. اوكي راح يكونون للخضار ان شاء الله. مشي امورنا الان فيهم حتى نتمكن بعدين ان شاء الله. هذا ايش؟ شوف كيف عرض الخضار. هذا والله ايش؟ هذا زي البصل تقريبا، او معلش يعني احنا انا مضطر اسوي الطريقة هذه. هذا تقريبا خس. اوكي ممتاز. هذا بطيخ. هذا خيار. اوكي ممتاز، يعني اليوم حصلنا حاجة وقدرنا نعرض شيء جديد اليوم. يعني في شيء جديد، ما في شيء دائما مهمل، دائما عندنا اشياء جديدة نعرضها. كويس، يعني اليوم عندنا معروضات
جديدة ومعروضات جميلة نقدر نستفيد منها بإذن الله، يعني نستفيد منها كدخل، ونقدر نشتغل ونقدر إن شاء الله نكسب يعني على الأيام الجاية. خوينا هنجري أتوقع حتى الخضار يقدر يأكل، والله يقدر يأكل خضار. طيب وش هذا؟ إيش بوتيتو يقدر يأكله؟ والله البطاطس قفلت عليه الجوع. كويس ممتاز، البيض راح، البضاعة راحت، يعني الآن القيمة الموجودة عندنا تقريبا 400 وشوي، وصلنا السعر. الآن أقدر أشتري استاند خضار. نهاية حلقتنا لهذا اليوم، ما تحرمونا من تعليقاتكم الجميلة الرائعة، لايك واشتراك، وأشوفكم على خير بإذن الله في حلقة جديدة من لعبة محاكي السوبر ماركت الجزء الثاني، ومع السلامة.